تنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الدفاع بضرورة الاهتمام بأسر الشهداء، زارت لجنة من إعلام وزارة الدفاع أسرة الشهيد النائب ضابط مالك جلال المحمداوي، وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على أحوالهم ومتابعة احتياجاتهم. أي مشاكل ماكو، استحقاقات استلمناها ورواتب ما تدن استلمها وكلها أخذناها كاملة مكملة. ضحى المحمداوي بأغلى ما يملك في سبيل الوطن، سيما وأنه شارك في كثير من المعارك وكان له الدور البارز فيها، فنتابع تلك المواقف والبطولات. فتح الصاعق عنها. هاي وراها وراها. تيك. لا ما في. واحنا حاضرين وجاهزين وين ما يودونه. بارك الله فيك. وين ما يودونه. من العمام. خوش. ميداوي. مالك جلال جهاد واسف ريح شبيل الحميداوي. مالك شارك بجميع المعارك اللي هي معركة دويليبة وزيدان، شارك معركة الموصل. الحمد لله الشيء اللي قدمناه قربان قليل بحق هذا الوطن. هذا الوطن كبرنا وتعبنا ويستاهل هذا اللي نقدم عليه. تعلمنا من مالك، ما في يوم مالك شفناه متكاسل بالعمل مالته ولا متخاذل. مالك شجاع وكريم وتشهد له اقران ويا بالوحده العسكريه. احنا نشكر وزاره الدفاع اكثر من مره اجونا والناس يعني تفقدوني كملونا امور الراتب مالته واستلمناه والحمد لله والشكر. عندما نتكلم عن الشجاعه والوفاء فإنها خرجت من تلك البيوتات العراقية الأصيلة، وبشهادة عائلته وزملائه فإنه كان رمزا يقتدى به، حيث ختم مسيرته العسكرية في منطقة الزيدان أثناء تأديه الواجب المقدس. لإعلام وزارة الدفاع علي سامي.